مرحبا بكل متابعين قناة كوك تيفي على اليوتيوب، أهلا وسهلا فيكم. فيديو جديد وخبر جديد. نور ستارز راح تسافر اليوم لنيويورك لحتى تكون بكرة ضيفة ببرنامج غاري في. فاللي ما بيعرف غاري هو رائد أعمال أمريكي لكثير من المبادرات وصاحب الكتب الأكثر مبيعا في نيويورك، وشخصية كثير معروفة وبارزة على المستوى العالمي بين مستخدمي الانترنت. فنشرت اليوم نور ستارز هالبوست على الانستغرام حيث ذكرت فيه أهم النقاط المشتركة بينها وبين غاري. مثال على ذلك هجرتهم على أمريكا، صلتها القوية بأمها، وحتى المجهود اللي بذلوه لحالهم لبناء اسمهم وشخصيتهم المشهورة. فرح يكون البث المباشر على الساعة 1 ظهرا بتوقيت نيويورك، أي 8 مساء بتوقيت السعودية، حيث حيكون البث على صفحة غاري الرسمية على الفيسبوك. وطلبت نور ستارز من متابعينها التعليق على البوست بأسئلة لحتى تجاوب عنها بكرة بالبث. وهون نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسوا تضغطوا على زر السبسكرايب لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول، وزر اللايك لتشجيعنا على تنزيل الأكثر.